مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من حلقات الكابتن، وتحديدا حكايات منسية، الفقرة اللي احنا دايما بنشوف فيها اغرب الحاجات اللي حصلت والحاجات الطريفة والعجيبة اللي حصلت في ملاعب كرة القدم. خليكم معانا، يلا بينا. حكايات منسية الحلقة دي او المرة دي بتتكلم بقى عن ايه؟ أولاً هي أسوأ نهاية لتاريخ لاعب كرة قدم وأشهر نطحة في التاريخ. أكيد كلكم عرفتوا أنا بتكلم عن إيه. حكايتنا النهاردة بتروح لسنة 2006. سنة 2006 في مونديال كأس العالم اللي كان في ألمانيا. فرنسا وإيطاليا في نهائي كأس العالم. كل الاراء رايحه ان يمكن فرنسا هي الاقرب انها تاخد اللقب بعد مشوار ممتع طول البطوله، قدرت تكون الثاني في مجموعتها، وبعد كده فازت على اسبانيا وبعد كده على البرازيل في اداء ولا اروع وكان ممتع للاعبنا النهارده اللي هو زين الدين زيدان، وبعد كده عشان تقابل في قبل النهائي منتخب البرتغال وتفوز عليه بهدف لبرضو زين الدين زيدان اللي وقتها كان هو أيقونة منتخب فرنسا. يعني كل منتخب فرنسا بيتلم حوالين زين الدين زيدان، كل بقى اللي انت شايفه حواليه ده سواء بقى تيري هنري اي حد، باتريك فييرا، اي حد، كله حوالين زين الدين زيدان، هو الأيقونة بتاعتهم. منتخب ايطاليا ما كانش من المنتخبات المرشحة انها تاخد المونديال تماما، لا قبل المونديال ولا حتى في المونديال، لكن قدر انه زي ما بنقول كده يتسرسب كده لحد ما وصل للنهائي. النهائي ما بين فرنسا وإيطاليا. بدأ الماتش، بدأ بعد شوية من الماتش قدر زين الدين زيدان انه يسجل هدف التقدم في مين بقى؟ في جيان لويجي بوفون عملاق إيطاليا، الحارس المرمى الأسطوري والتاريخي للأزوري الإيطالي. يمر الوقت شوية وبعدها ماركو ماتيراتزي المدافع الإيطالي يقدر يسجل هدف التعادل وكده يبقى 1-1. نلجأ للأشواط الإضافية وتبتدي الأمور تتوتر أكتر والكل على أعصابه، مين اللي هياخد كأس العالم؟ إيطاليا ولا فرنسا؟ فرنسا وقتها كانت خدت كأس العالم 98 ونفسها في المرة الثانية. إيطاليا كانت آخر مرة خدت أو حصلت على كأس العالم كان في 1982، ومرة واحدة بدون اي مقدمات لان زين الدين زيدان يوجه نطحه لماركو ماتيراتزي عشان يعني يقع ماركو ماتيراتزي على الارض، واوتوماتيك بعدها مباشره يشهر الحكم الارجنتيني الكارت الاحمر لزين الدين زيدان. محدش وقتها كان عارف هو ايه اللي حصل، طب ليه ده حصل؟ ليه زين الدين زيدان اطرد وليه نطح ماتيراتزي بالمنظر ده مع ان المباراه كانت قربت تنتهي؟ وزي ما قلت لكم كل الامور بتروح ناحيه زين الدين زيدان ومنتخب فرنسا. بعدها زين الدين زيدان بنفسه اعلن ان ماتيراتزي تلفظ على زين الدين زيدان بالفاظ بذيئه بوالدته وبشقيقته، فما قدرش ان هو يتمالك نفسه، وده كان رد فعل زين الدين زيدان وهو ينطح ماتيراتزي عشان ماتيراتزي يقع على الارض وياخد الكارت الاحمر زيدان. ماتيراتزي رد قال هو ده ما حصلش، انا ممكن اكون تلفظت عليه لكن مش بوالدته، بشقيقته، وكان يعني ده عيب وده مش عيب. الحكم الارجنتيني بقى شهادته على الواقعه دي بيقول انا كنت على بعد 3 او 4 امتار من الواقعه دي لكن ما اخدتش بالي منها، فروحت سالت الحكمين المساعدين قالوا لي ما خدناش بالنا. رحت سالت الحكم الرابع قال له زين الدين زيدان نطح ماتيراتزي نطحه قويه جدا وسقط بعدها ماتيراتزي على الارض، طبعا متألم بقى، وطبعا ماتيراتزي حاول ان هو يزود طبعا اكتر عشان يكون في كارت لزين الدين زيدان سواء بقى اصفر او احمر، لكن هي ما اصفرتش، هي احمرت، وطبعا دي كانت اسوأ نهايه لزين الدين زيدان. بعدها طبعا لجأوا لركلات الترجيح اللي قدر منتخب ايطاليا يحسم اللقب لصالحه بعد ما تغلب على منتخب فرنسا العنيد. ودي كانت حكايتنا النهارده وحكايه اشهر نطحه في التاريخ واسوأ نهايه لزين الدين زيدان، لان بعدها زين الدين زيدان اعتزل كرة القدم وما كانتش الجماهير تحب انه هي تشوفه في اخر منظر ليه وفي اخر الوداع الاخير ليه في ملعب كرة القدم بالمنظر ده، لدرجة انه اعتذر لكل الجمهور ولكل الاطفال كمان على اللي حصل، انه الاطفال دايما واخدين زيدان قدوة ليهم.
في نهاية حلقتنا بنتمنى نكون قدمنا لكم حكاية طريفة تكونوا استمتعتوا بيها، وانتظرونا الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من حلقات الكابتن وحكايات منسية. والسلام عليكم.